يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون مبتدعا أو فاعلا للبدعة من إذا نزل به بلاء اتصل بكل من يلتمس فيه خيرا ليدعو الله له في وقت البلاء؟ كما بالضوابط التي سبقت، إذا كان حيا هذا شرط، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما تطلب منه. نعم.